مرتدة في وسط الملعب بحث عن ثغرة، هذه خطيرة خطيرة للهلال، وفرصة الثاني الآن للهلال عن طريق يوسف العربي. يوسف العربي يسجل هدفا ثانيا للهلال ويقلب الطاولة في مباراة اليوم بهدفين لهدف حتى الآن. مرة أخرى اللاعب الذي سجل الهدف الأول هو نفسه يسجل الهدف الثاني بلعبة أرسلها قوية، حاول فيها سالم عبد الله لكنها عدت من بين الحفاظ وأصبحت الحقيقة في شباك الشباب، والهلال زعيم المملكة بهدفين، الشباب بهدف في مباراة حتى الآن فيها ثلاث أهداف. هذا الهدف الثاني، هذا الهدف الثاني، ويوسف العربي بجملة عربية واضحة على أن الهلال يريد أن يكسب النقاط الثلاث. هو